هذا مسبح البلة، هذا الفيو للبلة. هنا يوجد كراسي للجلوس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه صالة الجلوس، تلفزيون، سبيكر. المطبخ، طاولة الطعام. يتوفر جميع أدوات المطبخ. نبدأ بالغرفة الأولى، هذا سرير أطفال دورين. هنا سرير دبل. هذه الغرفة الثانية، اثنين سراير دبل. هذا الحمام. هنا يوجد صالة جلوس، هذا الفيو. هنا توجد طاقة تطلع على الجبل مباشرة. والآن إلى الغرفة الأخيرة، هذه الغرفة تطل على بلكونة. بلكونة تطل على الجبل. هنا الحمام الأخير. سلامتكم.